يمكن أنت أول شخص كنت شاهد على الجريمة صحيح؟ أول شيء بعزي بيا، بعزي كل الجميع، وبعزي كل الزملاء. طلع بالنسبة لنا كنا كل يوم نصبح فيها، نصبح فيها الصبح والظهر والعصر. نحن نبعد عن فرح دقايق قليلة، يعني أنجا ألف متر، فش ألف متر. فرح يوم الصبح شفناها، والظهر شفناها، وقبل ما تسجل شفناها، وكل يوم نشوفه بالليل. فرح بالنسبة لنا زميلي، ثاني مرة بتطلع الجنوب، كانت أول مرحلة إلها طلعت فيها على الميدان لتغطي فرح بطرح حرفة على المثلث محل ما استشهدت هي والزميل الربيع. يعني كانت إنسانة مخلوقة، مخلوقة عالم ثاني. بيا ربي تربية حلوة. فرح كانت أعز الزملاء، ما بنسألها بدك شيء لازمك شيء، كانت تاخذ منها التفاصيل. اسامي الضيع، اول جمعه لما طلعت فرح ما تعرف فيه شو اسم الضيع، ما تعرف هو الموعد شو اسمه. نعم، كانت عم تاخذ مننا تفاصيل، عم نعطيها عم نساعدها. هذا هذا عدو ما بيفهم، مشترك، فكر حاله حيتركنا، فكر حاله انه هو انه قاعد عم يستهدفنا لنحن نتخلى عن كاميرا وندرك الأرض الميدان، بعيد عن راسه. نعم، هذا بعيد كتير عن راسه. نعم. حنضلنا صامدين، وسلاحنا مش سلاحنا مقاومة، حي المقاومة. يعني سلاحنا مش هو سلاح المقاومة، سلاحنا هي الكاميرا. نعم. نحن سلاحنا هو الدرع، ودرع فرح، ودرع عصام، شهيد عصام، وكل شهيد استشهد هون بلبنان وغير لبنان. وهيدا أهم سلاح إلى جانب سلاح المعركة. حسين زعيتر، حضرتك صديق ربيع، طبعا بعزيك تعزينا القلبية. شو بتخبرنا عن ربيع وعن شغفه بالمهنة؟ أول شيء عزم الله أجركم، والله يصبر أهل ربيع وأهل فرح، وبعزي الشعب اللبناني كله. لأنه نحن أنا مثلا لي هون في شهر بعيد عن أهلي، ما بعرف أيمتى برجع، أيمتى ما برجع، يمكن أرجع. بتضل هذه الشغلة بيننا. ربيع كان إنسان كتير خلوق، كتير محترم، كتير عنده شغف للمهنة، كتير عنده هذا الاندفاع إنه ينقل الصورة، ينقل الخبر. كان إنسان كتير، هو مش بس إنه زميل، هو أخ وعزيز، هو جاري بالمنطقة كمان. كلنا على هذا الخط، وكلنا على خط عصام وعلى خط ربيع الله يرحمه. الخبر اللي تلقيته كتير صعب أكيد، لأنه يوم أنا يوم من الأيام أنا حكون الخبر كمان، ما بعرف أيمتى. لا، سلامة قلبك حسين. بس بدي أقول شك، بس نحن الصحفية بنعرف إنه يمكن ما نرجع، يعني هاي دي شغلتنا. بس نحن منحطات، نحن منحط بريس مثل هاي حطيتها هلأ. أنا هلأ بالميدان، أنا هلأ قاعد بالسقعة برا، عندي لايف بتعرف، يعني بدك تغطي وهيك. فنحن منحط، يعني ربيع كان حاطط الطاسة وحاطط الدرع، وكل الفريق اللي معهم بين انه صحافي، بس العدو بتعرف العدو غدار، ما عليه زلم. نعم، هو عدو، عدو غاشم. نعم. اول شيء انا بس بدي اقول كلمة صغيرة، انه نحن حنضل ننقل الصورة، ننقلها مثل ما هي، ونحن صوت الحق. يعني قد ما يعملوا، قد ما كثرة الاعتداءات علينا، كل يوم حيكون في ربيع وعصام يجي كل يوم. نحن ما هذا الشيء ما بيردعنا ولا بيخوفنا، جفن عيننا ما بيرف. نحن بنحب مصلحتنا، ونحن مع الكلمة، مع نحن سلاحنا الكاميرا مثل ما تفضل الأخ. نحن دائما بنعرف إنه هذا العدو، عدو غاشم، هذا العدو ما له أمان يعني، بس إنه هذا ما حيردعنا ولا حيخوفنا. يعني الصورة حنضل نقلب، وحنضل نحن على هذا الخط، واللي بنهاية الحمي الله، يعني الحمي الله. نعم، والله يصبر أهل ربيع وأهل فرح، والله يرحم عصام كمان. نعم. يعني شو بده يحكي الواحد، اللي يحكي حسين كثير يعني. نعم، حسين زعيتر، طبعا بنقول لك أكيد انتبه لحالك، والله يحميك ويحمي كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين. يعني لما صحافي يطلع يقول أنا يمكن يكون الخبر، هيدا شيء بيوجع كثير.